بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالجميع. حديثي وإياكم بعنوان أربح البضاعة في مآثر جهينة قضاعة. سأسوق لكم أيها الإخوة أيتها الأخوات باختصار بعض المآثر المعاصرة والقصص المؤثرة لشخصيات من قبيلة جهينة. هذه سالفة يسولفها لي واحد من الشيبان، إن في أوائل الخمسينات الميلادية كان هناك رجل عنده سيارة يكد عليها من وإلى المدينة المنورة. صعدوا وياه أربعة ربع، واحد قدام وثلاثة ورا، وينتظر الخامس وبيمشي، ويجيه واحد طول بجسم ولابس بشته وعليه هيبة. هذا الرجال قاعد مع الجماعة اللي ورا، تضايقوا منه وبسوء أدب نزل واحد فيهم وكلم السائق، قال نزله والكرسي مدفوع حقه وخلنا نمشي. جاه السائق على انفراد وقال انزل يا الأخو. نزل قال له هامر، قال الجماعة متضايقين منك وادفعوا أجرة الكرسي وانزل خلنا نمشي. هذا الرجال ما هو بسيط وبغى يأدب قليل الأدب هؤلاء، قال نزلهم كلهم وخلنا نمشي والسيارة مدفوعة أجرتها بالكامل. فعلا السائق نزلهم ومشى معها الرجال. يقول رجال راعي علوم طيبة وسوالف ويعرف الناس وما هو بسيط. وبنصف الطريق يقول الراكب للسائق تراك ضيف عندي، وقف عند أول مطعم تراني عازمك على الغداء. وفعلا وقف عند أول مطعم. نزل هالراكب وقال صاحب المطعم اذبح الذبيحة، ترى هالرجال هذا ضيفه اليوم وعازمه على الغداء وغداه. يقول السائق هالراكب هذا يبي أملج في شمال غرب السعودية معروفة، ولما وصل إذا بالناس كلها تستقبله. وأول ما نزل الناس تقبل راسه، وهذا يشيل أغراضه وهذا يشيل بشته. قلت لهم هذا منو؟ قال هذا الشيخ سعد بن غنيم شيخ جهينة. هذه القصة تبين لنا جلالة قدر الشيخ سعد بن غنيم رحمه الله تعالى، حدثني فيها واحد من الشيبان وإن شاء الله أنها تكون صحيحة. لكن هناك قصة مشهورة للشيخ سعد بن غنيم شيخ جهينة رحمه الله، ومنها لقب بفكاك المحابيس، جرت له مع الملك عبد العزيز رحمه الله. الملك عبد العزيز كان يجل الشيخ بن غنيم وكان لا يرد له طلبا، وفي يوم من الأيام زار الشيخ سعد بن غنيم الملك عبد العزيز في الطائف. وقبل لا يدخل على الملك عبد العزيز وقفته مره، قالت له يا ابن غنيم ولدي محبوس عند الملك عبد العزيز وقالوا لي فكاكه بعد الله على ايدك. قال لها ايش اسم الولد؟ قالت الولد اسمه فلان، الولد يقولون بقمي ويقولون مطيري. دخل الشيخ سعد بن غنيم على الملك عبد العزيز في قصره، واول ما قعد ابن غنيم وقبل لا يتقهوى نسى اسم الولد، فضاقت عليه الارض بما رحبت حتى شعر به الملك عبد العزيز رحمه الله. حط ابن غنيم فنجانه وما تقهوى. قال له الملك عبد العزيز تقهوى يا ابن غنيم وحاجتك مقضية. طيب شنو الحاجة؟ وابن غنيم الحين ناس اسم الولد ولا يقدر يرجع للمرة ويقول لها نسيت اسم ولدك، ايش سوى ابن غنيم؟ قال له يا ابن سعود طلبتك. قال اطلب. قال طلبتك مساجينك كلهم. قال له جوك وطلعوا كل المساجين ومن عرضهم ولد المرة. فأطلق الملك عبد العزيز بشفاعة ابن غنيم رحمهم الله المساجين الذين لا ترتبط بهم حقوق الآخرين، فكانت مكرمة لابن غنيم. ومن القصص المعاصرة قصة للشاعر فحيمان الحجوري لجهني مع شخص من قبيلة شمر، وهي من أروع ما سمعت. في 5 ذي الحجة من سنة 1400 من الهجرة زار الشاعر فحيمان الحجوري لجهني ابن عم له في أحد سجون المدينة المنورة، فسأل عن أخباره. قال بشرك الحمد لله أنا طيب بين أهلي وناسي، لكن في سجين معانا لابس ثياب الإحرام ما دش قصته ولا راه راضي يسولف. راح الشاعر فحيمان الحجوري أحسن الله إليه لهذا الرجل، وإذا به رجل شمري من أهل حايل في ثياب الإحرام متوجه إلى مكة. قال إيش قصتك يا الشمري؟ قال والله أنا متوجه إلى مكة ودعمت لمرأة أو صدمت لمرأة وأنا رايح وتوفت رحمها الله تعالى. قال والحل؟ قال والله ما أدري، لاني عند جماعتي ولا عند ناسي ولا أدري إيش أسوي، لاني اللي قادر أحج ولا اللي قادر أطلع ولا اللي قادر أرد. قال له طيب الله بيدبرها إن شاء الله، لكن لي عندك طلب. قال له ابشر. قال إنك ما تنزع ملابس الإحرام. قال له شلون ما أنزع؟ قال لا تنزعها. وفعلا قام الشاعر فحيمان الحجوري لجهني ودفع الدية كاملة وطلع الشمري، وما جاء يوم 7 ذي الحجة إلا والشمري في مكة. توطدت العلاقة بين جهينة وبين شمر بهذا المعروف الذي قام به الشاعر فحيمان الحجوري لجهني أحسن الله إليه وتقبل منه. وأما القصة الثالثة فهي للأخ الكريم ابن العمة ماجد عبد الكريم العنزي شفاه الله، ادعوا له في ألمانيا للعلاج الآن. يقول الأخ ماجد بحمد في سنة 1990 من الميلاد
طلعنا من الكويت متوجهين إلى القاهرة برا. يقولوا في العقبة قبل لا نصعد العبارة تعرفنا على أخ من أملج اسمه الأخ فيصل القوفي لجهني. تخاووا ماجد وفيصل والجماعة اللي وياهم من الكويت ومن أملج وقعدوا إجازتهم في القاهرة، وبعقوا ما خلصوا كل واحد رجع ديرته. وبعد مدة وجيزة جرت أحداث الخليج وغزت العراق الكويت، وكان ماجد ولد عمتي من الأسرى في السجون العراقية. وطلعوا جماعة كثيرة من أهل الكويت، منهم من راح السعودية واللي راح الخليج واللي راح القاهرة واللي راح أوروبا، وكل واحد راح مكانه. وكان من بين الأسر اللي طلعت أسرة الأخ ماجد، طلعوا من الكويت مجموعة سيارات وتوجهوا إلى الرياض وقعدوا هناك في الرياض. الأخ فيصل القوفي الجهني الشريف الكريم النبيل قطع 1400 كيلو لما جاء حفر الباطن. وذاك الوقت ماكو تليفونات نقالة، فقعد أيام يسأل عن ماجد وعن جماعتنا وأرحامنا إلى أن تم التواصل معهم وهم في الرياض. ويطلع فيصل القوفي الجهني والجماعة اللي وياه من حفر الباطن إلى الرياض إلى أن التقوا بالجماعة هناك، وهم الحمد لله في أحسن حال. ويقسم عليهم فيصل القوفي إنه مأمور من جماعته وأرحامه في أملج إنه ما يرجع إلا وأهل ماجد كلهم وياه. طيب لا هي سيارة ولا سيارتين ولا 20 ولا 30، سحبهم هالقوفي هذا الجهني من الرياض إلى أملج جزاه الله خير. ولن أتحدث عن كرمي ونبل أهل أملج قاطبة والطيب اللي سووه مع أهلنا وارحامنا اللي لا يمكن ينسى أبدا. تقول عمتي الله حفظها ويشافيها لما جينا أملج مهيئين لنا شقق لكل هالسيارات اللي جت، ولا خلوا علينا قاصر أبدا في الشقق، شقق مفروشة ومهيئة بالطعام والشراب وكل ما يحتاج، وفوق هذا كله زيارة يومية للمؤاساة عسى الله يحفظهم. وبفضل الله استمرت العلاقة بين الجماعة وبين أملج إلى يومنا هذا، وهذا طيب لا يمكن أن ينسى لهم أبدا وأجرهم على الله. من مآثر قبيلة جهينة أن العرب لما أجدبت أراضيهم وأحسوا بالقحط والجوع صاروا يتعرضون لمراكب الحجاج. قبيلة جهينة مع الشدة التي تعرضوا لها ومع أنهم في طريق الحجاج إلا أنهم لا يعرفوا أنهم تعرضوا لهم بالسلب والإيذاء. في سنة 1179 من الهجرة مر الشيخ الحسين بن محمد الورثيلاني ومن معه من الحجاج بقبيلة جهينة في وقت شديد الحر. يقول كدنا نهلك من شدة الحر، فوجدنا رجلا عنده ماء عذب أبرد من الثلج، لو طلب ما شاء أعطيناه. يقول لكن هذا الرجل وكان من قبيلة جهينة أبى أن يأخذ درهما واحدا وأعطانا هذا الماء قربة إلى الله. وجهينة في الكرم والطيب حرمتهم تسابق رجالهم. يقول الشيخ عبد الغني النابلسي في رحلة الحج في سنة 1105 من الهجرة، يقول مررنا على ديار قبيلة جهينة فأتينا خيمة لامرأة حولها صبية لها، فلما رأتنا دعتنا فأعدت لنا القهوة ثم دفعت لنا شاة فقالت اذبحوها، فذبحناها لها فطبختها لنا وأعدت لنا غداء. أول من نزل الحجاز من العرب العاربة جهينة وبلي، نزلوا على آثار وبقايا جرهم والعماليق. أول قبيلة جاءت مجتمعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبايعته على الإسلام والنصرة هي قبيلة جهينة. أول قبيلة خرجت في 1000 فارس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فتح مكة هي قبيلة جهينة. أول قبيلة كانت على رأس حربة في حروب المرتدين مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه هي جهينة، ولم يرتد منهم رجل. أبعد سهم رمي في المناضلة في الإسلام هو سهم عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، رماه إلى 400 ذراع. هذه جهينة، هذه المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء ثم صار بعد أبوالا. أستودعكم الله.